دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيقود إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملة رقابية على الأسواق بمحافظة الجيزة للتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة تخفيضات أسعار السلع طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باجتماعات لجنة ضبط الأسواق في ضوء الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بشأن سعر صرف الدولار. النهاردة هيتم إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة. عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية ولخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي مع سرعة الفصل في الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كل أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي. النهاردة هيفتتح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة فرع مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة بحضور عدد من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.